هنيدي حلمو، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا متابعينا الحلوين من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. الفقرة الجديدة من فقرتنا، فقرتكم زيارة نجم. بتعرفوا العصفورة قالت لي إنه ليني لغيت جوا باستوديو الهندي قاعدة بتعمل جلسة تصوير، شو رأيكم نفوت نشوفها؟ يلا معي. شو الكبريتي يا دكتور اسمعني، يا أصبعتي شو بتحرق؟ أي يا أصبعتي شو بتحرق؟ حكيت لكم هلأ صارت معنا النجمة المتميزة ليني الغيث. مرحبا. الحمد لله. كيفك؟ كيفة لين. بدي أسألك سؤال، هلأ أنت شو أو شو آخر كليب سجلتي؟ يعني وين؟ أنا سجلت هون ورحنا نعمل الحفلة الشارقة. طيب حافظة شوي من مقطع أغنية الشارقة؟ طب شو رأيك تغني لنا إياها؟ الشارقة ريح قلبي الشارقة، أنت شمس بارقة، أنت الحياة الشارقة. ريح قلبي الشارقة، أنت شمس بارقة، أنت الحياة. ممتازة ما شاء الله عليك. وبتعرفي أنا حضرت هذا الكليب، الصراحة كتير كتير كان حلو، وإنتي ونتالي وزينة كتير كتير أبدعتوا فيه. طب بدي أسألك سؤال ورح يضل سر بيننا، مين أكتر نجمة من نجوم قناة كرمش بتحبيها؟ سجى وأمل. طب ليش؟ هيك الصراحة أنا كمان كتير بحبها. صح إني بحب كل نجوم قناة كراميس، بس سجى وأمل وحنان كتير كتير بحبهم. طيب هلأ بتتذكري كليب الله شايفنا اللي صورتيه في العقبة؟ احكي لنا شو صار معاكي هناك لما صورتي. كنت برداني كتير 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 كتير. بتعرفي وفي مقطع كنت شالحة جاكيت، ولما شكينا صار فيه كتير هوا رجعت لبستيه. لاحظت هاي الشغلة أنا، والصراحة كتير كتير كان حلو. طيب لين شو جديدك؟ أنا كان في عندي أغنية رمضان و عن هيك أشياء سمعت أغنية رمضان. طيب أنا الصراحة كتير تشوقت لها، عشان هيك سمعيني مقطع منها. اوكي. يوم بيوم نتعلم ونصم صام العصفور، بكرة منكبر نتعلم قلبك بالخير معمور، برضا أمي وأبويا رمضان لبلاب السور، بالأجر نعيش الجنة تمني مساكن وقصور. رمضان شهر الريان رتل رتل وعيان، سمع صور القرآن مشبعنا من الحسنات. ما شاء الله عليك، عن جد كتير 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 حلو، وأنا متأكدة إنه كل جمهورنا رح يعجبه هاد الكلام. طيب لين بدي تحكي لي شو أكتر أنشودة بتحبيها وتسمعيني مقطع منها؟ هي الكبريتة. طيب عن جد أنا كتير حبيتها هاي الأنشودة، طب بدي تسمعيني مقطع منها. كل من الكبريتة إصبعتي بتوجعني، شو خطر الكبريتة يا دكتور اسمعني، يا أصبعتي شو بتحرق؟ أي يا أصبعتي شو بتحرق؟ كل من الكبريتة إصبعتي بتوجعني، شو خطر الكبريتة يا دكتور اسمعني، يا أصبعتي شو بتحرق؟ أي يا أصبعتي شو بتحرق؟ ما شاء الله عليك، وعن جد شو خطرة الكبريتة، كتير كتير الكبريتة خطرة ولازم إنه نقلل من استعمالها. صح؟ طيب لين أنا بعرف إنه أنت بالروضة، بس كيجي 1 أو كيجي 2 ما بعرف، أنت كيجي إيش؟ كيجي 2. كيجي 2. طيب بدي تحكي لي شو أكتر بنوتة بتحبيها من صاحباتك؟ وشو بتلعبوا مع بعض في
في الوقت الاستراحة. إحنا هي صاحبتي ماريا، ودائما أنا وياها نلعب مع بعض. طيب شو بتلعبوا؟ نلعب بالساحة، نصور أشياء هيك. يعني مثلي أنا صاحبك، نلعب غماي، بنلعب زقاطة، بنلعب كتير أشياء حلوة، صح؟ طيب لولو، جمهورك كتير كتير بيحبك، أنت شو بتحبي تحكي لهم؟ كتير 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 أنا كمان بحبهم، ووصلهم وصل، وهم كمان كتير كتير بيحبوكي. ارسموا دايما بتشتي، ارسموا.